للتاريخ في الجزيرة العربية جذور تمتد لعشرات الآلاف من الأعوام والسنين، فهي مهد البشر من آدم عليه السلام الذي انتشرت ذريته بالتدريج في جميع قارات العالم. فأول بيت بني ووضع للناس للذي ببكة، ثم اختفت معالمه الظاهرة مع مرور الدهور، ثم بوأ الله لإبراهيم مكان البيت مرة أخرى ورفع قواعده إلى هذه اللحظة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الجزيرة العربية مرت بتغيرات مناخية عنيفة، فقد كانت مروجا وغابات صنوبرية قزمية، ثم تحولت لحشائش السافانة، ثم بدأت تختفي السافانة قبل 7000 سنة من الوقت الحاضر، وبدأ التصحر في معظم مناطق الجزيرة العربية. ومن أكبر مظاهر ونتائج التصحر ظهور منطقة الرمال العربية الربع الخالي، وهي أكبر منطقة كثبان رملية متصلة على مستوى الكرة الأرضية. كان الربع الخالي قبل آلاف السنين عبارة عن بحيرة ضخمة وعذبة تغذيها أنهار جارية ما زالت آثارها موجودة إلى يومنا هذا، ومع التغيرات المناخية وسنوات الجفاف زحفت إليها الرمال شيئا فشيئا عبر ذراعين من التجمعات الرملية الكبيرة، هي نفود الدهناء من الشمال الغربي ورمال الجافورة من الشمال الشرقي للمملكة. ورغم شظف العيش وقحولة الأرض ووعورتها ورمالها المتحركة وصعوبة المناخ وندرة الأمطار ومناهل المياه العذبة، فإن فيها صفاء ونقاء ومواسم خير وجودة مراع ينتظرها الأهالي رغم قلتها بشوق وصبر، ويفرحون بها ويستمتعون بخيرها الوافر إذا أقبل. الرمال العربية ألهبت شغف الباحثين عن مواقع الحضارات التي ذكرها القرآن كقصة قوم عاد ونبيهم هود عليه السلام، لتأتي بالمغامرين من أقصى بقاع الأرض منقبين عن مدينة أسطورية شيدها شداد بن عاد، أعمدتها مغطاة بالذهب المطروق والأنهار تجري من تحتها، وفيها عدد هائل من الجواهر النفيسة تسمى إرم، توجد مدفونة في رمال الربع الخالي. وفي الحقيقة أن هذه المدينة خرافة من اختراع القصاصين والإخباريين، وسبب انبعاث شهرة هذه المدينة هي قصة عبد الله بن قلابة، وهو من أهل حضرموت، ويقال أنه وفد على معاوية بن أبي سفيان زاعما أنه أضاع مجموعة من الإبل ودخل في الرمال العربية فوجد هذه المدينة ودخلها وأخذ شيئا من كنوزها. لكن هذه القصة استمرت تتناقلها الأجيال بين قبائل الربع الخالي، والسبب في انتشار هذه القصة هو الآثار الأرضية الغريبة التي تركها النيزك الضخم النادر الذي ضرب وسط الربع الخالي قبل 370 عاما، مخلفا قطعا كثيرة من معدن النيزك المصهور وقطعة كبيرة من نواة النيزك تزن عدة أطنان موجودة الآن في المتحف الوطني في الرياض. مكان النيزك يسمى أم الحديد، فاعتقدوا أن هذه الآثار تابعة للمدينة الأسطورية المدفونة أسفلها. وهنا ترتيب المستشرقين الذين زاروا الربع الخالي على الترتيب: المستشرق الإنجليزي بيرترام توماس، وهو أول غربي يعبر الربع الخالي على ظهور الجمال مع رجال الربع الخالي، وقد أقنعه أدلاؤه من البدو أن آثار طرق قوافل الجمال المتبقية تقود لمدينة إرم المدفونة، وبدأ رحلته من ضفار جنوب شبه الجزيرة العربية إلى الشمال الشرقي للربع الخالي على الخليج العربي عام 1932، وقد ذكر خيبة أمله في كتابه. المستشرق سانت جون فيلبي، في أواخر عام 1932 للميلاد انطلق من منطقة الهفوف باتجاه الربع الخالي، ويعود له الفضل في التعرف على النيزك، لكنه أصيب بصدمة بعد هذه الرحلة الخطيرة
والتي لم تسفر عن اكتشاف مدينة إيرام، وذكر ذلك في كتابه. المستشرق ويلفريد تيسيجر قطع الربع الخالي على مرحلتين، الأولى من عام 1946 إلى 1947، والثانية من عام 1948 إلى 1950، وكان يمني نفسه باكتشاف المدينة. المستشرق الإنجليزي تي إس لورنس أطلق عليها مسمى أتلانتس الصحراء المدفونة، لكنه لم يستطع الذهاب لمنطقة الربع الخالي. الباحث نيكولاس كلاب الذي استكمل مسيرة توماس وأخذ يتعمق بالبحث عن أدلة قاطعة يستدل بها على موطن قوم عاد الأصلي، وقد استعان بالأقمار الصناعية التي تملكها ناسا، وقد أعلن أنه وجد مدينة إيرام، وقد قام بإزاحة الرمال عن آثار الجدران المدفونة بجانب مورد ماء الشصر في شمال عمان على تخوم رمال الربع الخالي الجنوبية، وقد تبين لاحقا أن الآثار لم تكن سوى قلعة للاستراحة والتخزين على طريق البخور، ويعود عمرها للعصر البرونزي المتأخر. جميع هؤلاء الباحثين لم يصلوا إلى دلائل وبراهين مادية تثبت موقع مدينة إيرام المزعومة، لذلك قام الباحث الأنثروبولوجي في جغرافية وتاريخ الجزيرة العربية وآثارها ابن المملكة العربية السعودية الدكتور عيد اليحيى، الذي شد الرحال في عرض وطول الجزيرة العربية عابرا الربع الخالي مرارا وتكرارا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مستكشفا المناطق المحاذية للرمال ومستبصرا بآيات القرآن الكريم، ليثبت للعالم بالأدلة والبراهين المادية الآثارية والأنثروبولوجية الموطن الحقيقي لقوم عاد. في قاعد الأضيار وفي منطقة ابن حمودة، وضع اليحيى قدماه على أول الطريق في مغامرة العلم والتاريخ. وما العلم إلا مغامرة سلكها مغيرو ثوابت، اتضح للعالم أنها لم تكن ثوابت. هنا وعلى الحدود بين السعودية وعمان واليمن، يظن عيد اليحيى أن طرف خيط مغامرته الظنية يقع في مكان ما من باطن الأرض. ومن أمام قعد الأضيار أرفع كثيب في الرمال العربية في الربع الخالي، قال عن قوم عاد، قال تعالى عنهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كان عندهم جنات وعيون بين هذه الكثبان، لأن كما نعرف جميعا أن الربع الخالي الرمال العربية عبارة عن بحيرة تصب فيها أكثر من 600 وادي على طول الامتداد، جبال ظفار وحضرموت تصب، أودية ضخمة كلها تصب في هذا الحوض. فكانوا يبنون مصانع وقصور في الريع في الأماكن المرتفعة من الأحقاف. وبالمناسبة ورد عند المفسرين أماكن كثيرة ذكروا أن هي الأحقاف، لكن لا يوجد أحقاف مثل أحقاف الرمال العربية ومثل أحقاف ابن حمودة، لا يوجد. أين هي؟ يجب من الباحثين، يجب على الباحثين وخاصة الشركات الكبيرة مثل شركة أرامكو التي تمتلك الجيو فيزيكس ماشين التي تذهب في عمق الأرض أكثر من 400 متر وتكشف أي فراغات وأي أبنية. أرى أنهم يحاولون في قعد الأضيار
أنهم يضعون المجسات. لماذا؟ لأن هذا الكثيب بارتفاعه الضخم يدل على أنه كان فيه شيء، كان فيه أبنية، عماد. إحنا لا نقول إننا وجدنا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خلال تلك الرحلة عام 2014 كان البحث في عموم الربع الخالي عن أرفع الكثبان الرملية عن مستوى سطح الأرض وليس عن مستوى سطح البحر فقط. لذلك اتجه عيد اليحيى للبحث في أحقاف رملة ابن حمودة جنوب شرق الرمال العربية حيث الكثبان المرتفعة، لكن النتيجة كانت خاطئة ولم يتم العثور على تلك المدينة المزعومة. النتيجة الخاطئة نتيجة، كما يقول المنهج الأكاديمي. لم تكن هذه النتيجة الخاطئة سوى محطة أولى لرحلة عيد اليحيى الطويلة ليستمر بالبحث والتنقيب في تشكيلات الكثبان الرملية التي ربما تخفي تحتها أبنية أو أعمدة أو أي عوائق حتى لو كانت طبيعية. والآن لما دخلنا عروق الكدن المقوسة ذات الخيط الطويل، أول خير نجده بوسط هذه الخبة، طبعا احنا نسميها بالقصيم خبة، اللي المكان النازل بين الكثبان، ويسمونه هنا شق ويسمونه هنا ذرة. شوفوا ايش لقينا. وجدنا راس سهم، وجدوا خالد الدريبي محزز الأطراف بالعظم، طريقة دقيقة، وهذا مكان وضعه بالعود، حاد مدبب، إذن هو من العصر الحجري الحديث. وجدنا فخار، كسر فخار، إناء فخاري، طبعا هذا كله من آلاف السنين. فالآن نبي ناخذ الفخار، نبي نفحصه ونشوف كم عمره، هذا أهم شيء. وهذا من العصر الحجري الحديث بسبب معرفتي بالصور. رمال الكدن العظيمة ذي المتلاطمة اللي على شكل رؤوس ثم خيوط، انظروا إلى الجبل هذا، حزم رفيع والرمل يجتمع عليه منذ آلاف السنين ومئات السنين يزحف إليه، فلما وصله غطى نصف الحزم أو نصف الجبل هذا وكون رأس، كون قوس كذا. بعد فترة من الزمن سيندفن هذا الجبل ويصير رأس فوقه، يصير رأس رفيع ثم خيوط متجهة نحو الجنوب، لأن كل رملة الكدن خيوطها هذه رقابها ممتدة من الرأس، وهذه الرقاب أو هذه الخيوط متجهة نحو الجنوب. فهذا من الأدلة لما نشوف الشكل هذا الرفيع وخلفه رقبة أو رأس طويل متطاول ممتد، معناته تحته عائق، عوائق وليست عائق. هذا العائق يكون جبال حزوم رفيعة أو مباني، من يعلم، آثار. إذا هي جبلية بعضها ظهر لنا ورأيناه، وإذا هي أثرية ماذا نعمل؟ لازم بالأجهزة العميقة اللي تغوص بالرمال أو تكشف بالجس 400 متر إلى 300 متر إلى 200 متر يتبين لنا إذا فيه أبنية أو فيه أعمدة.
أربعة أعوام مرت، وفي عام 2018 وخلال الرحلة السابعة له في رحاب الرمال العربية، اكتشف أن التشكل المورفولوجي لرملة الكدن كان نتيجة جبيلات صغيرة غطتها الرمال وليس تحتها أبنية أو جدران أو أي آثار لمدينة مفقودة. بعد بحث ميداني استمر لسنوات بين كثبان الرمال العربية، انتقل عيد اليحيى إلى أحقاف الدهناء، المنطقة القريبة من العيون الجافة والقنوات المائية المنتشرة بمنطقة الأفلاج. حنا الآن في الأحقاف، وجينا والسنيدي جزاه الله خير، شركة السنيدي جابوا لنا خيمة فصلوها زي طريقة الخيمة اللي كانوا يبنونها قوم عاد أبناء إرم. وبعد بحثنا في جميع مناطق الربع الخالي الرمال العربية في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها، واتصالنا في شركة أرامكو العظيمة العملاقة وسؤالنا لهم، لأنهم لم يتركوا مترا مربعا في الربع الخالي لم يعملوا عليه مجسات من أجل البحث عن مكامن الغاز والبترول، وقالوا لنا لم نجد أبنية ولم نجد أعمدة. تعتبر الدهناء من منازل قوم عاد بن إرم وفق ما ذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف، وهي من أخصب مرابع العرب ومراتعهم، حتى أنهم قالوا إذا أخصبت الدهناء ربعت العرب، وتمتد الدهناء بشكل قوس هلالي عظيم يتوسط جزيرة العرب من الأفلاج جنوبا حتى النفود الكبير شمالا. وبالبحث في مساكن عاد لم نجد إشارة صريحة لمساكنهم، ووصفها كما وصفها لنا الهمداني في ذكر حصن جعدة بأنه قصر عادي قديم، والمقصود بعادي أي أنه يعود لقوم عاد. وجعدة تعرف اليوم بقصيرات عاد، تقع على ضفاف بحيرة ليلى التاريخية بمحافظة الأفلاج. وهذا القصر ذكره الهمداني أنه مسكن لجديس. الآية القرآنية تقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، مش معنى هي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم، عاد إرم، إرم قبيلة. فهو أيضا حين أنذرهم وهم بالأحقاف، وأيضا لما وقع عليهم العذاب بعد سنوات طويلة من انذارهم وكفرهم وقع عليهم بالأحقاف، لذلك أرسل عليهم عذاب يوافق البيئة اللي هم كانوا عايشين فيها، أرسل عليهم ريح لأنهم جالسين بخيام. الله يقول إنهم أصحاب عماد، يعني عماد، عمادهم طويلة. شوفوا طول الأعمدة، شوفوا طول الأعمدة اللي ينصبون يرفعون عليه خيامهم، ناظروا العماد، شوفوا طول العماد، هم أصحاب العماد. إذن اكتشاف أن قبيلة عاد اللي قوم عاد اللي من قبيلة إرم أنهم أول من اخترع الخيام وبدأ ينتجع، هذا شيء عظيم، هذا اكتشاف، هذا هو عظمة. مو بلازم أن نلقى مدينة لها أعمدة عشان نثبت قوم عاد، لا، سنثبت بالأدلة لما نأخذ أيضا العينات من عظام ومن فحم ومن عدان، نبي نلقى إن شاء الله، نبي نلقى، نبي نروح وتشوفون. الربع الخالي لم يقم فيه زراعة ولم يقم فيه سكنة، الربع الخالي لم يوجد فيه إلا رعي. الأثريين يقول لك أنا ما أؤمن بالكلام وبالجيب لي آيات، وإذا جيب لي دليل مادي، نجيب لكم دليل مادي، دليل مادي ودليل جغرافي ودليل قرآني ودليل أنثروبولوجي اجتماعي، لأن مسيرة البشر وحده.
استمر طموح عيد اليحيى في الحصول على دليل مادي يثبت موطن قوم عاد الأصلي، ليستمر بالبحث المادي ويدخل عامه العشرين عبر رحلات ميدانية متعددة إلى جميع مناطق الربع الخالي في عمان والإمارات ومنطقة الأفلاج ووادي الدواسر والفاوي والخرج، ليكشف النقاب عن موجودات قد تكون خطوة على طريق يصل من خلاله إلى موطن عاد الأصلي. ولتكتمل صورة البحث عن آثار قوم عاد اللي هي قبيلة إرم صاحبة العماد والخيام والانتجاع والجنات والعيون في الأفلاج وفي الخرج، نأتي المكان يسمى، مو بنا اللي مسميه، يسمى قصيرات عاد. انظروا إلى هذه الآثار الضاربة في القدم، انظروا إلى هذه الأكوام، هذه البيوت أو القصور اللي أصبحت أكواما مرتفعة ممتدة على خط مستقيم، وبقي منها ما بقي شامخا إلى اليوم في هذه الأرض، وقنوات المائية تسقيها تأتيها من جهة العيون، كيلوين فقط، 2 كيلومتر تقع عنا عيون الأفلاج، تسمى قصيرات عاد. ما في السعودية مكان يسمى عاد إلا هذا المكان. في الذاكرة الشعبية مو أنا اللي أطلقته، هو يسمى قصيرات عاد. الإنسان إذا نزل للميدان وتعب يجد الدليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال سيروا في الأرض، سيروا في الأرض، ما قال اجلس في مكانك واجمع أدلة نظرية، سير في الأرض. أنا أرى والله أعلم أن هذه الآثار اللي نراها خلفنا قديمة جدا، قديمة جدا. والسبب الآن تشوفون الركامات، تنظرون إلى الركامات الباقية من القصور هذه وباقية إلى اليوم، يعني اندثرت القصور وبقيت الركامات وبعض القصور باقية، وسنرى عرض الجدران 4 أمتار عرض الجدار. تصوروا، أرى إنها ليست عصر إسلامي وليست 1400 سنة ولا 800 سنة. ليش؟ لأن المدافن اللي نراها الآن في فرزان وفي الخرج، مدافن عين الضلع وفي اللي رأينا في مدافن الأفلاج، كلها 5000 سنة و7000 سنة وباقية إلى اليوم، حجر وغرف مصطبية وباقية. ما الذي يبقاها 7000 سنة؟ لماذا هذه لا تبقى 6000 سنة؟ لماذا؟ وش الفرق؟ مدافن عالي في البحرين، غرف وعليها ركام من الحجر والطين والكنس، مع أنها أرض بحرية وباقية إلى اليوم 5000 سنة. هذه الأرض ما ميزتها؟ هذه الأرض اللي تسمى قصيرات عاد، نرى الجبس، الجص الأبيض هذا مخلوطه، شوف هذا الجبس الأبيض مع الطين يسوي مادة قوية جدا جدا مثل الصبة، وتبقى آلاف السنين. وهذه القصور وهذه الآثار اللي الآن ما أحد نقب عنها ولا وضع عليها مجس، وهذه الآثار اللي وجدناها في الأرض باقية كلها، هذه الحصون مبنية من الجبس الصلب القوي، الجص أو الجبس مع الطين ومع اللبن العريض، فبقيت مثل المدافن اللي بقيت لآلاف السنين مع أنها لم تبنى للسكن. إذن الآن هذا المكان، تصوروا هذا المكان، يعاد ترميم هذه القصور اللي تسمى قصور أو قصيرات عاد. وبالمناسبة هي ليست فقط هنا، هي منتشرة مسافات. وهذا المكان غير محمي للأسف، لم يحمى ولم يعني يحرس مثل المدافن. المدافن حوفظ عليها، وكثير من المدافن، آلاف المدافن أبيدت، لكن اللي فوق الجبال واللي قامت الدولة في حمايته باقي. قنوات المياه موجودة، وكثير من القنوات أبيدت، الحمد لله الأشياء الطبيعية زي العيون بقيت لكنها جافة. يعاد المال للعيون هذه، هي صعبة جنبنا، وتعاد القنوات ويعاد ترميم هذه القصور اللي تسمى قصيرات عاد. إذن أنا أرى
أرى شخصيا أن هذه كل هذه الأدلة مجتمعة أن هذه آثار قوم عاد، هذه مدافنهم وهذه عيونهم ومصانع مياههم وآياتهم اللي يبنون في كل ريع آلاف المدافن وبقيت إلى اليوم، ممرات المائية من تحت الأرض والجنات والعيون اللي تركوها الطبيعية واللي بنوها والمصانع، وآثارهم اللي الله قال سبحانه وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الرسول في وقته معروف مساكنهم، رؤية وقت الرسول ولا رؤية بعد وقت الرسول زي وقتنا هذا، لأن القرآن معجزة خالدة في كل زمان ومكان ومفتوح البحث ومفتوح السير في الأرض. الله سبحانه وتعالى كرر مرتين فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذا يوم العذاب بعد ما انتهت هذه الريح الباردة العقيم، لكن وقت الرسول قال وقد تبين لكم من مساكنهم، وقوم عاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، معناته مساكن قوم عاد موجودة. وهذه من أرى أنا إن هذه الآثار المنطمرة والمندثرة زي ما قال الهمداني إن الطسم وجديس، وسماها أيضا بوقت لاحق لأنه يوم هو يجيها فيها بني جعدة أو سيح بني جعدة، لكنه قال طسم وجديس، العرب البائد اللي منهم زرقاء اليمامة القريبة من هنا أيضا في الخرج. إذن هذه منطقة أثرية تهم العالم كله، فيها الأدلة الجيرموفولوجية والأدلة الجيولوجية والأدلة الأركيولوجية كلها اجتمعت، والمسميات الأنثروبولوجية الإكسرات كلها مجتمعة مع بعض، ولا يوجد مدينة مبنية لقوم عاد من الذهب والأعمدة في الربع الخالي، هذا لا يوجد لأنه ينافي الحقائق، هذه مدافنهم وهذه عيونهم ومصانع مياههم وأحواضهم وقنواتهم المائية، بجانب هذه العيون اللي ذكر الله القرآن أنهم تركوا عيون وتسمى إلى الآن عيون الأفلاج، وهذه القصيرات تسمى قصيرات عاد، وهذه الأحقاف قريبة من عندنا، أحقاف الرمال قريبة من عند، وهذا طريق البخور، طريق التجارة اللي يمر، لأن القوافل كلها تمر لهذه العيون تشرب منها ذائبة إلى اليمامة إلى الخرج إلى الرياض حجر قديما إلى المناطق الشمالية. الآن خلونا نروح نشوف الآثار المتبقية هذه. والآن وصلنا إلى واحد من هذه القصيرات أو هذه القصور الشامخة اللي تسمى قصيرات عاد، بين هذه الأكوام اللي تعد بالعشرات ربما بالمئات. شوفوا شلون القصر الآن، هذا المربع القوي جدا جدا جدا، الآن هذه تعتقدون أنه باب، هذه ربما نافذة لأنه شوفوا الركام من تحت إلى فوق، لكن قبل ما نشوف الركام شوفوا إيش لقيت مرة أخرى. ها شوفوا هذا يعرفونه الأثريين، شوفوا محل الأصبع الثاني هنا، شوفوا للسلخ، سلخ الذبيحة، ليس بصوان، هذا من حجر المرو وجدناه هنا، يعني لا تقولوا أنه منقول هنا، وهذا مدق، لكن هذا هو اللي يهمني، لأن هذا تجده إذا قلنا قوم عاد معناته أنه فعلا يعود القوم عاد، لأنه ما كان عندهم حديد ولا برونز يسلخون، بس الآن حل يقطع يدي، وهذا محل الأصبع ونضعه هنا، لكن خلونا نقرب، تعال شوفوا شلون بدينا نرقى على التل، التل المن يعني اللي منهدم من آلاف السنين على الأرض. انظروا أنتم شفتوا الآن هذا التل المنهدم، تعالوا شوفوا شلون عرض الجدار، شوفوا يا جماعة عرض الجدار، هذا الجدار هذا وهو الآن انظروا من هنا إلى نهايته يتجاوز ثلاث أمتار، لكن اكتشفت شيء مهم بهذه النوافذ، بجميع القصيرات هذه وجدت كل نافذة في اللي صنع هذا الطوب يضع بصمة يده،
شوفوا طبعات اليد، هذه طبعة، شوفوا هذا لبن، هذا لبن، لبن بلوك اللي بنى علشان اللي يطل يرى طبعة اليد، هذه طبعة يد، وهذيك طبعة يد، وهذيك طبعة يد. شوفوا الجدار 3 أمتار، كل لبنة، كل نافذة، شوفوا كل نافذة نجد طبعة اليد. إذن قصيرات عاد مبنية من بلوك طيني جبسي وحصوي قوي جدا. وجنوبا عن قصيرات عاد بحوالي 4 إلى 5 كيلومتر، غربا عن العيون الضخمة اللي كانت تجري ماء عذبا إلى وقت قريب حوالي كيلوين، نقع حنا في مدافن عيون الأفلاج كما ترون خلفي هذه الركامات. أنتم ترون الركامات، مدافن تشبه مدافن عالي في البحرين، والتي أرخت وقتلت بحثا في البحرين، لأن البريطانيين جوا فترة طويلة ودرسوا مدافن عالي في البحرين عمرها 5000 سنة. مدافن البحرين يعني 3000 سنة قبل الميلاد، يعني 5000 سنة، يعني قريب من عهد قوم عاد. تعالوا شوفوا وش وجدنا، كسر لحجر الصوان اللي يعود للعصر الحجري، يعني قبل البرونز 3000 إلى 5000 سنة في هذا المكان. وليس هذا فقط، شوفوا وجدنا قاعدة مسحنة ووجدنا المسحنة، إذن فترة قديمة جدا جدا جدا، ليس رحى، هذا قديم جدا، هذا يرجع للعصر الحجري أو العصر البرونزي أو قبل الحجري، بعد عصر حجري وسيط، كله وجدناه في هذه المنطقة. وجدنا مسحنة أخرى، شوفوا شوفوا من كثر ما مسكوها، شوفوا محل الأصابع، شوف سبحان الله، رغم أنها مرو قوية إلا أن الزمن أثر فيها. شوف حاطين مكان المسك الأصبع، وهذا المكان الأملس حق السحن، يعني ما بعد اخترعوا الرحى. إذن هذه فترة قبل الفترة الهيلينستية، هذه وجدناها كذا وسنتركها في مكانها للباحثين، لن نأخذها، نتركها لأنه سيأتي يوم من الأيام من يبحث وينقب ويخرج لنا التاريخ. واللي أرى أنا أن هذا المكان هو جزء من حضارة قوم عاد. لم يكن لهيب الصحراء ووعورة الطريق حاجزا أمام تحقيق المبتغى والوصول إلى الهدف المنشود، فقد كانت زيارة الصحراء والبقاء فيها لأشهر والبحث بين كثبانها من أولويات الدكتور عيد اليحيى. وبعد كل زيارة للصحراء يعود عيد اليحيى لزيارة منطقة الأفلاج والمناطق المجاورة لها، لكن زيارة هذا العام كانت مختلفة، فقد أخذت العينات العضوية بالطرق السليمة وأرسلت إلى أفضل مختبرات العالم لاختبارها بالكربون المشع لتحديد الزمن الذي تعود إليه هذه العينات. هذه العينة الأولى غلفناه بقستير وكتبنا قصيرات عاد 1، ثم بنحطه بتعليب ثاني ونكتب ونلصق عليه كذلك حتى التغليف النهائي. الحين حطيناه بالقستير ثم كيس نايل ومقفل حسب الطلب الموقع، يقفل من هنا ثم يلصق برضو عليه اسمه ثم نلصق عليه من الداخل ومن الخارج. العينات العضوية المأخوذة من قصيرات عاد بجانب بحيرة ليلى الجافة
التي قامت جامعة أريزونا بفحصها بالكربون 14 المشع، جاءت نتائجها متوافقة مع زمن حضاري يرجع إلى حي من نسل قوم عاد بن إيرم، وهم الناجون من قوم عاد الذين رجعوا لمساكنهم بعد هلاك الكافرين من قومهم في أحقاف رمال الدهناء، وهم قبيلة جديس. وبعد زمن طويل جاورتهم قبيلة طسم واقترنت بهم، وتقع مساكن طسم شمالا عن جديس في اليمامة وحجر. وبعد زمن طويل من حياة وحضارة طسم وجديس وقعت بينهم حروب سببت تدخل مملكة حمير اليمنية في الصراع الذي أفنى القبيلتين. وأخبار هذه الأحداث متواترة في كتب التاريخ، وتبقى آثار قصور كثيرة مندثرة من قصيرات عاد لم تفحص بعد وهي الأقدم. الله أكبر، الحمد لله، طلعت نتائج الفحوصات اللي أخذناها من وسط الجدران، من داخل الجدران في قصيرة عاد، وفيها مادة الكولوجين، وارسلناها كما شاهدتم بأخذ العينات واستخدامنا للطريقة الصحيحة لأخذ العينات. طلعت النتائج من جامعة أريزونا بأمريكا، عمر العينات اللي أخذناها من عظام ومن فحم 2800 عام و2700 عام و2300 عام من الوقت الحاضر. بهذا الاكتشاف الذي يعود إلى 2800 عام من الوقت الحاضر، وبسيل الأدلة المادية التي جمعها وآيات القرآن الكريم التي تصف مساكنهم، والغوص في مدونات المؤرخين، يصل عيد اليحيى إلى موطن أحفاد قوم عاد، وبالتالي فإن سكن الأحفاد هو سكن الآباء، وأرض الأفلاج امتدادا إلى اليمامة هي موطن قوم عاد الأصلي. شيء عظيم، شيء مذهل، شلون جدران باقية إلى اليوم، إلى اليوم باقية عمرها 2800 سنة و2400 سنة. هذا دليل أن الناس هذه الذاكرة الشعبية يسمونها قصيرات عاد، ما في اسم بالسعودية اسمه قصيرات عاد إلا هذا الاسم. كانت تلك الحصون منذ آلاف السنين عبارة عن أبراج طينية يتجاوز ارتفاعها 100 متر، لكنها ومع مرور الزمن وتعرضها لعوامل الطبيعة وغياب أعمال الترميم تهدمت شيئا فشيئا، حتى أن بعضا منها تلاشى وتحول إلى أكوام طينية ما زالت آثارها حتى اليوم. الآن اكتملت الأدلة القرآنية، الآيات، قوم عاد الله ما ذكرهم بالقرآن اعتباطا وسورة كاملة اسمها الأحقاف لهم، وذكرهم في سورة الذاريات، وأكثر من 27 آية عن قوم عاد إلا لأهمية قصوى. وقوم عاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، بسبب ما كتبوها الرحالة الأجانب، وكله مستند على قصة عبد الله بن قلابة، أن إيرم مدينة وليست قبيلة، وأن لهم مباني عظيمة مدفونة تحت الرمال. وبرحلة خطى العرب تذكرون لما قلت أن الكثيب قعد الأضيار ربما يحوي تحته أعمدة، طلع هذا الكلام كله غير صحيح، بحثنا وآخر شيء رملة الكدن وجدنا تحت جبال. وسبحان الله النزول للميدان، الله يفتح على الإنسان ويعطيه في الميدان. الآن هذه العيون الضخمة الجافة الموجودة في الأفلاج والقنوات المائية الخارجة منها، وقصيرات عاد هذه تتطلب الحماية فوراً مع المدافن، لأن هذا تراث يهم البشرية جميعا،
ومصداق للقرآن الكريم. هذا اللي يؤمنون، واللي ما يؤمنون طلعنا لهم تحليل ودفعنا فلوس وتعبنا وطبقنا الطريقة الصحيحة لأخذ العينات، وفي عينات أخرى لم تؤخذ. الآن بيجي ناس ويسوون أحسن من اللي أنا سويت، والله الحمد هذا بفضل الله قبل كل شيء، وبفضل الحمد لله أن أرضنا السعودية أرض التاريخ وأرض الرسالات وأرض. وهذا الحديث أنا أستطيع أني أتكلم ببساطة وأسلق الموضوع للناس يعني اللي عوام، لكن ما ودي أن الموضوع يسلق بهذه الطريقة، ولا ودي أفصل كثير للأكاديميين فطول الحلقة، فحطيناها بين بين، والحمد لله رب العالمين. جهود بذلت على مدى أعوام طويلة جمعت خلالها دلائل وبراهين ملموسة وعينات أثبتت مكان سكان تلك القبيلة المفقودة إرم، مما زاد شغف الباحث عيد اليحيى في الاستمرار بكشف ما يحتضنه ثراء المملكة العربية السعودية من كنوز تستقطب سواح العالم إليها.